واش بصح الغنم ديال اسبانيا احسن من ديال المغرب؟ واش بصح الغنم ديال اسبانيا كتكيف مع جميع الظروف؟ وشنو هما اشهر سلالات الاغنام الاسبانيه؟ الغنم الاسبانيه سيدي معروفه سيدي باللحم ديالها ومعروفه بالصوف ديالها وحتى الحليب ديالها. واخ الاخر في اسبانيا كيوصل الطول ديالو ما بين 65 حتى 100 سنتيمتر والوزن ديالو يقدر يوصل ما بين 50 حتى 70 كيلوغرام. اما الصوف ديالو فراه الغنم الاسبانيه مشهوره بالصوف ديالها وغتلقى الصوف الابيض والصوف الكحل والصوف البني. والصوف ديال الاغنام الاسبانيه كتكون اكثر كثافه مقارنه مع سلالات اخرى في باقي دول العالم. والاسبانيين كيعرفوا يروجوا مزيان الصوف ديال الغنم ديالهم. اما في الحليب فراه الغنم الاسباني مشهوره بالحليب ديالها، كيقول لك سيدي انه غني بالدهون وبالبروتينات وكيعتمدوا عليه بشكل اساسي في انتاج ديال الفرماج. وتقدر تنتج لهاد الاغنام ما بين 250 و 300 لتر في كل رضاعه. زيد على ذلك ان هاد الخرفان ديال اسبانيا ظريفه سهله الانقياد، يعني كان عندك مثلا بزاف ديال الغنم كيكونوا يسمعوا ماشي بحال هادو ديال المغرب عندنا قاصحين شويه. وعزيز على ذلك انها كتقدر تكيف مع جميع الظروف، يعني في البرد ولا في الصهد، يعني الغنم الاسباني ولا هو حتى الصحراء غادي تصبر معاه. ومتوسط العمر ديالها كيتعيش ما بين 12 عام و14 عام. اسبانيا بوحدها شحال فيها من سلالات الاغنام؟ فيها 48 سلاله. اما فيما يخص اشهر السلالات ديالها حنا غادي ندويو على بعض السلالات اللي داوين عليهم بزاف ديال المواقع الاسبانيه. وغنبداو بالسلاله اللي مؤخرا ولاو كيجيبوها المغاربه بزاف اللي هي سلاله الميرينو. هذا الخروف ديال الميرينو كيكون عدو الكرون، كيقدر يكون في البيض ولا في الكحل. 70% ديال هذه السلاله كاينه في الاندلس. هذه السلاله ديال الميرينو كيعتمدوا عليها في اسبانيا لانتاج الصوف. اما مؤخرا من ولا على الطلب فراه كيعتمدوا على اللحوم ديالها والحليب ديالها. يعني سيدي عاوتاني السلاله القشاليه، هذه السلاله اللي كتشوف في الصوره ما عندهاش الكرون كاع لا الذكر لا النتوى. هاد الغنم ديال القشتاله البلاصه الجغرافيه ديالها كاينه في قشتاله، كيستخدموا هاد النوع ديال السلاله لانتاج اللحم. هاد السلاله معروفه باللحم ديالها مزيان، ولكن حتى الحليب ديالها فراه كيصاوبوا منه الفرماج. واش من فرماج كيصاوبوا منه؟ فرماج ديال كاستيلانو. السلاله الثالثه هي سلاله تشورا. هاد السلاله هادي اللي كتعيش في وادي دورو ما عندهاش اسيدي الكرون، كيستخدموها لانتاج اللحوم وحتى لانتاج الجبن يعني الفرماج. الجبن اللي مشهوره به هادي زامورانو، كيعتمدوا على الحليب ديالها باش يصاوبوا هذا الجبن ديال زاموران. واش نظركم هاد السلالات غادي ينافسوا السلالات المغربيه؟ واش هاد الاغنام هادي في الشكل ديالها ولا الحجم ديالها واش غادي تقدر تنافس بها الشكل ولا الحجم ديال السلالات المغربيه؟ عيد الاضحى اللي فات درت فيديو على السلالات الاغنام المغربيه وشافوا تقريبا 2 مليون غير في الفيسبوك. اما لي بلاتفورم اخرى تبارك الله مئات الالاف. بغيت ندير فيديو اخر من وراء هذا الفيديو ديال السلالات الاسبانيه وندوي على السلالات المغربيه ونجيب شي حاجه جديده ماشي بحال ديال العام اللي فات، ولكن لقيت مشكل انه ما كاينش الجديد، ما كاينش معلومات، ما كاينش تواصل. في حين ان من بغيت ندخل نقلب على السلالات الاسبانيه لقيت بزاف ديال المواقع الاسبانيه، بزاف ديال الجرائد. دخلت مثلا عند الحكومه الاسبانيه كتلقى كل سلاله اللي حالها فين كتعيش، شحال كتنتج ديال الصوف، شحال كتنتج ديال الحليب، المهم جميع المعلومات على كل سلال. بغيت نعرف انا غير ديال المغرب مثلا، انا بغيت ندخل نقلب على بعض المعلومات نقول لكم شكون السلاله في المغرب اللي معروفه بالصوف ديالها، بغينا نلقى هذه المعلومه. بغينا نعرفوا واش السلاله ديال المغرب كتنتج الحليب ولا ما كتنتجش الحليب، وبغيت نعرفوا واش الحليب ديالها واش كيستعملوا شي شركات كيصنعوا منه مثلا الجبن. ها المشكل ديال التواصل. اذا شي واحد في السعوديه الا بغى يشري مثلا الخرفان ديال اسبانيا فراه غادي يلقى المعلومات الكافيه ديال جميع السلالات وغيختار من سلاله وغادي يبدا يستورد. دابا في هذا الفيديو راه ما بغيناش نهرسوا حنا هذاك السيد مثلا اللي غيستورد الغنم من اسبانيا، ما بغيناش نهرسوا هذاك الفلاح الصغير مثلا اللي مربي سلاله مغربيه اصيله. تقول لي مثلا الخروف ديال اسبانيا رخيص من ديال المغرب، حنا بغينا كلشي عيد، لا اللي عندهم فلوس لا اللي ما عندهمش فلوس، كلشي عيد. ولكن راه ما خصناش ننساو هذه السلاله المغربيه، راه ما خصناش نحطموها نهرسوها، راه عندنا من افضل سلالات ديال الاغنام في العالم بالنسبه لي انا، هذا وجهه نظر ديالي يعني. داكشي علاش في هذا الفيديو الا عندك اي معلومات زوينين وعارفهم غادي نفيدوا بهم الناس حول السلالات المغربيه صيفطهم لي في ميساج في الانستغرام، غنخلي الانستغرام واللي عليا انا ندير لهم شي فيديو مطرطق يكون ناضي اللي يشوفوه بزاف ديال الناس ان شاء الله. وزيدك هذه